ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ الهندسة بجامعة بني سويف. دكتور، بعد التحية، يعني بشكل علمي مبسط للسادة المشاهدين، لأنه قطاع عريض أو كبير من المصريين لا يعرف كثيرا ما هي الرمال السوداء. ما المقصود علميا بالرمال السوداء والعوائد الاقتصادية من استخراج هذه الرمال وفصلها وتحويلها إلى يعني عناصر يمكن أن تدخل في صناعات مختلفة؟ يعني في البداية خليني أرحب بحضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام، وخلينا نأكد إن ما يتم فصل من إنجازات عظيمة منذ زمان السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده كان بناء على رؤية مستقبلية صائبة ومدروسة راعت كل المعطيات الموجودة على الأرض وكل احتياجات الدولة المصرية، وبدأ العمل عليها منذ توالي فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية من خلال إنشاء كافة المرافق المطلوبة وتجهيز الدولة لمثل هذه الاستثمارات اللي احنا بنجني ثمارها اليوم من خلال عدة مشروعات في مجال الصناعة. والنهارده سيادة الرئيس بيفتح عملية تصنيع واستخراج المعادن من الرمال السوداء، وده موضوع مهم جدا وكان حبيس الأدراج لسنين طويلة، وكان دايما بنادي بيه لأنه لابد من تعظيم الاستفادة وعمل قيمة مضافة على مثل هذه المعادن اللي كان بيتم تصديرها بشكل خام ونرجع لتوريدها مره ثانيه باضعاف الاسعار اللي كنا بنورد بها هذه المواد. فلابد من عمل قيمه مضافه لمثل هذا الموضوع في مجال التعدين من خلال عمليات التصنيع اللي بدات، وموضوع في غايه في الاهميه هذه المعادن بتحمل مع مجرى نهر النيل وبيتم ترسيبها من خلال المصدات والامواج البحر. وزي ما سألتك تفضلت عندي اطوال وصلت 400 كيلو. يعني بشكل مبسط دكتور عبد الله، لمن لا يعرف الرمال السوداء، ما المقصود بها علميا تحديدا؟ كيف تتكون هذه الرمال السوداء على الشواطئ المصريه؟ تكوين الرمال السوداء زي ما قلت لحضرتك هي بتحدث في نهايه مصفات الانهار، وبتحدث نتيجه للاصطدام بمناطق الامواج الكبيره، وتم اكتشافها من خلال البحث التعدين. وزي ما قلت زي ما حضرتك بتقول كده هي مليئه بالمعادن زي الالومنايت والزيركون والجرانات والروتايل والمونارايت والماجنتايت والروتايل والمونارايت والماجنتايت زي ما قلت لحضرتك، كلها مواد بتدخل في عمليات التصنيع بشكل باشكال مختلفه. كان بيتم استيرادها لاجراء عمليات التصنيع وزي السيراميك وانواع البلاستيك وغيرها من المنتجات اللي بتتم في الدوله المصريه. دلوقتي انا بقى عندي قيمه مضافه تمت على عمليه التعدين اللي بتتم، بقى بيتم استخراج هذه المعادن اللي تدخل في كثير من الصناعات، اتعملت كثير من دراسات الجدوى. خلينا نقول صدر قرار في سبتمبر 2014 بتاسيس الشركه اللي تم انشائها في 15/2/2016، وده بناء على الدراسات والقرارات الجريئه اللي بتؤخذ في مثل هذه الموضوعات. وكثير من الموضوعات اللي كانت اساسها هو وجود بنيه تحتيه زي ما قلت لحضرتك ساعدت على وجود مثل هذه المشروعات، من مشروعات غاز ونسيج، عندي اكبر مصنع غاز ونسيج بتعمل حاليا، اكبر مصنع بنجر سكر اتعمل في المنيا، وغيرها من المصانع الرخام اللي في بني سويف والاسمنت، وغيرها من المشروعات الاستثماريه اللي بتفتح فرص عمل غير عاديه في اماكن كانت متعطشه لمثل هذه المشروعات لفترات طويله. تمام. طب دكتور، يعني بعين استاذ الجامعه واستاذ الهندسه، الكوادر المصريه التي تعمل في هذا المجال، احنا بنتكلم عن ايادي مصريه خالصه وخبره علميه مصريه خالصه في يعني الرمال السوداء والتعامل معها واستخلاص المواد الاقتصاديه منها بشكل اساسي، نريد التحدث اكثر عن الكادر البشري، عن العنصر البشري في هذه الصناعه الاستراتيجيه الهامه. يعني بلا شك دايما بيركز سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على توطين ونقل التكنولوجيا وتاهيل العامل البشري المصري بكل ما تحتاجه سوق العمل في الوقت الحالي، وعلى اهمها المشروعات القوميه الضخمه اللي بتعمل حاليا سواء في مجال الانشاءات اللي كان الخرسانيه او الطرق او التصنيع. زي ما حضرتك تفضلت ايدي بشريه او عامل العامل البشري المصري اللي موجود وعنده الخبرات الكافيه من خلال المراكز البحثيه وهيئه الطاقه النوويه اللي عملت دراسات كثيره على هذا الموضوع، وكانت للاسف محتاجه القرار الجريء لتنفيذه، وتم بفضل الله سبحانه وتعالى انهاء كل دراسات الجدوى والدراسات الاقتصاديه والدراسات الفنيه المطلوبه لانهاء مثل هذا المشروع اللي بنجني ثماره النهارده وبيتم افتتاحه اليوم.
بلغه الارقام دكتور عبد الله، نتحدث عن احتياطي يصل يعني من هذا الكنز او الكنوز الخاصه بالرمال السوداء يصل الى حوالي 5 مليار طن مستقبلا. نتحدث عن مناطق يعني كثيره 400 كيلومتر من العريش شرقا الى ابي قير غربا، مناطق اخرى ايضا في الصحراء الشرقيه وفي الجنوب عند البحر الاحمر وبحيره ناصر. كيف تقرأ هذه المناطق والاستخدام والاستغلال الأمثل لها مستقبلا؟ طبعا بلا شك زي ما سيادة الرئيس النهارده وجه بان الدولة بتفتح مجالات للتعاون وفي شراكات كثيرة مع القطاع الخاص لتنفيذ وإعادة تجربة في كثير من المناطق لإنتاج مثل هذا النوع من الصناعات. ومهم جدا وان ده احد الموارد الرئيسيه اللي ربنا سبحانه وتعالى حب بيها الدوله المصريه، اللي لابد من تعظيم الاستفاده منها، لان ده على طول بيعود بالفائده على الدوله المصريه من خلال فتح مجالات فرص عمل ومجالات استثمار في اماكن كثيره زي ما قلت لحضرتك متعطشه لمثل هذه الصناعات ومحتاجه لايجاد اماكن، محتاجه لاستثمارات كثير في اماكن كانت محتاجه لمثل هذه الاستثمارات زي مناطق البحر الاحمر الجزء الشرقي في الجنوب، كلها مناطق عندي النهارده ساحل البحر المتوسط دمياط ورشيد، كل دي اماكن محتاجه لمثل هذه الاستثمارات. عندي في المنطقه الشماليه متجهزه ايضا بغليون والمزارع السمكيه اللي موجوده، يعني كل دي افاق استثمار تحتاجها الدولة المصرية صحيح. لزيادة الدخل وزيادة العملة الأجنبية اللي موجودة وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة داخل الدولة المصرية وعمل قيمة مضافة ليها. إلى جانب تلبية احتياجات وطلبات السوق المحلي، هناك بالطبع اتجاه لتصدير إلى الخارج، أن يكون هناك فائض تصدير للمواد التي تستخلص من الرمال السوداء. إلى أي مدى حضرتك ترى أنه العالم الآن يعني يحتاج إلى مثل هذه الصناعات بشكل كبير؟ يعني خليني أقول لحضرتك كمان يعني احتياج العالم لمثل هذه الصناعات اللي داخلة في كل الصناعات، يعني زي ما قلنا السيراميك والإزاز والكثير من الخرسانات، كثير من التطبيقات اللي بتحتاج دخول مثل هذه المعادن فيها سواء كان بيتم داخليا او خارجيا. ولكن خلينا نضيف حاجه ثانيه، موقع مصر الجغرافي المتميز وعمل قيمه مضافه من خلال عمل مصانع في مصر بجوار مناطق الانتاج، ده مهم جدا. فمصر كموقع هي نقطه جذب لاستثمارات كثيره، كون انك بتوفر مواد خام كمان قريبه جدا من اماكن الانتاج او التصنيع، دي نقطه هامه جدا ونقطه جذب الاستثمار مهمه جدا 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 بتتميز بها مصر نتيجه لموقعها الفريد المتميز على شبكه الخريطة التجاره العالميه والصناعه العالميه. الدكتور عبد الله ابو خضره استاذ الهندسه بجامعه بني سويف، شكرا جزيلا لك.